بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 2 supporting the community اللي هي بنسميها مساندة المجتمع او تأييد المجتمع، او معنى بلغتنا احنا ايه اللي انت هتقدمه لهذا المجتمع. الكلمة الاولانية كلمة support، احنا مش هنتوقف كتير عند الكلمات لانها كلمات جديدة وهنحلها مع بعض في language notes بعد شوية. يؤيد او يساند community، كوميونيتي وهو المجتمع، وده في كلمة تاني بيسويها اسمها society، بس غالبا ما بيطلقونا كلمة society على المجتمع الكبير وكوميونيتي على المجتمعات الصغيرة. فوتبولار طبعا كلكم عارفين الكلمة دي، فوتبولار اللي هو لاعب الكرة. انا عايزك تركز معايا في الكلمات تماما عشان بعد شوية احنا هنحل مع بعض، هناخد ريدي فهنعرف احنا عايزين نعمل ايه. ها اللي فاتح، لو حد فاتح المايك معايا، مين؟ اسامة، اقفل المايك يا اسامة، ميوت. بعدين ادماير دي معناها معجب بي، كلمة ادماير. وطبعا انتوا اللي هي بتساوي كلمة عارفين لما بيقول لك اعمل ادماير، اعمل لايك على الفيس، زي ما انتوا عارفين الحتة دي. انتليجنس وهو الذكاء، انما البني ادم الذي يتصف بالذكاء نقول عليه انتليجنت. ابيليتي وهي القدره وعكسها ديسابيليتي اللي هي الاعاقه والمعاقين، ويمكن الكلام ده احنا شفناه قبل كده. سكور اللي هي بمعنى يسجل ويحرز، ودي بنستخدمها مع الرياضه كهدف او نقاط. وجول اللي هو الهدف. كلمة أقول ده ممكن هدف في الحياة، وممكن اللي هو دخول الكرة إلى الشبكة نسميها جول، والثلاث خشبات نسميها اللي هم بيلعبوا فيهم الكرة بنسميها جول، والرجل اللي بيلعب الكرة بنسميه فوتبولار أو يضف الجون بنسميه جول كيبر. نعم. وكلمة تارجت برضو بمعنى جاية هدف وحياة ربنا. يعني أشرحها لك في اللانجوج نوتس ان شاء الله دلوقتي هقولها لك. في عندنا زي ما انتم شايفين حضراتكم اللي هو وورلد كاب، طبعا في اكثر من كلمه زي ما بيسال زميلكم. في عندنا كلمه جول وايم وتارجت هقولهم لك بعد شويه ان شاء الرحمن، بس احنا دلوقتي بناخد فكره عامه. في عندي الفاينلز، حتى اقول لك انا بنلعب الفاينل، تسمع الحته دي اللي هي النهائيات. بريز يمتدح، يعني برافو عليك انت ممتاز، ده ولد مؤدب، ده ولد كذا، ده ولد اسمه بريز. كايند طبعا الانسان الطيب. جينرس اللي هو كريم او سخي، يعني البني ادم اللي بيقدم الخير للناس ودايما بيتبرع. دونيشن اللي هو معناها يتبرع، تبرع نفسه دونيشن، ودونيت يتبرع. في دونر المتبرع هنشوفها شوية لما ننزل. العمود الثاني كانسر، ربنا يحفظنا ويحفظكم منه، اللي هو السرطان. ديزاير لما يكون عندك رغبة، ديزاير يعني رغبة، أنا أرغب في شيء، بحب شيء. تشانس اللي هي الفرصة. ساكسيد ده الفيرب معناها ينجح. ساكسس النجاح نفسه. أرول دور يعني يلعب دورا، تستخدم كلمة أرول. الاودي لو بقت باليو تبقى معناها ايه؟ الاو لو بقت يو هيكون معناها ايه؟ مسطرة. مش رولر، مش بلورال، البرول لا، بس ار يو ال اي. قانون. ليه عندك سبع صوت النهارده يا اسام؟ القانون فعلا اجابتك صحيحه، برافو عليك. موديل طبعا باين عند حضراتكم اللي هو النموذج. نيك نيم، وده محور حديث النهارده اللي هو اللقب زي محمد صلاح بالنيك نيم بتاعه ايه؟ هابي ميكر. ايوه تمام، لما نشوف صانع السعاده النهارده هيعمل معانا ايه. هابينس طبعا هي السعاده. تيك بارت ان اللي خدناها في الترجمه وفي ناس غلطت فيها، تيك بارت ان. انا عارفك طبعا انت اخذت بالك من الحته دي.
take part in يشارك take part in يشارك بتساوي كلمة اسمها share in. فاكرين لما بتعمل شير على الكمبيوتر عندك او في الـ على النت يعني شير اهو بتساوي هذه الكلمة. blood هو الدم, pressure الضغط, injured المصاب, وترانسبلانت ده بنسميها نقل او زرع, بس زرع اعضاء, زرع الاعضاء مش زرع الملوخية يعني. ترانسبلانت يعني ينقل عضوا او يزرع عضوا, زرع الاعضاء زي الناس اللي بيزرعوا لها كلى او غير ذلك. طيب نشوف حضراتكم تاني. في عندنا benefits اللي هي الفوائد, check اللي هي بمعنى يفحص, في find out يكتشف, تساوي كلمة ايه دي؟ find out تساوي يكتشف, يعني كلمة بمعنى يكتشف, يلاحظ. in English find out يكتشف, سهلة دي, معقولة مش عارفينها؟ ها؟ discover. excellent. discover. discover اللي هي بمعنى يكتشف. فعلا يا ولد, برافو عليك. طبعا كويس, تستاهلها. save اللي هي طبعا save يعني يوفر شيء او ينقذه. لو بقت سيف بدل ال VF, بدل ال VF تبقى آمن. آمن. إكسلانت إكسلانت, برافو عليك. إنسباير 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 يلهم, يعني يلهم يعني يحفزك, يدي لك كده إلهام, يعني زي واحد مثلا شاف إنه دايما الطب ده بيفيد الناس كذا وكذا وكذا, ويلاقي الدكتور فلان الشاطر ده ألهمه إن هو يقوم بعمل يفيد به المجتمع. will knowing will knowing تساوي كلمة will knowing famous. famous 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 فعلا, برافو عليكم. famous famous برافو famous الحمد لله على السلامة, برافو عليك. تمام, فعلا فعلا هي كلمة famous. بيولوجي اللي هو علم الأحياء, respect يحترم أو الاحترام نفسه, ولها صفات أخرى هقولها لكم في معادها. serious كلمة serious دي لها معنيين, لو توصف بها بني آدم معناه هذا الشخص جاد يعني ما بيحبش الهزار, لو توصف بها شيء غير عاقل فمعناها خطير. serious serious case. wish وهي الأمنية. هارت يؤذي, كلمة آسف أنا كلمة هيرت, في عندي هارت وهو القلب, هيرت وهي بمعنى يؤذي. ريديوس يخفض. نيم انتو خدتوا كلمة نيم على انها اسم, لكن هنا لأول مرة تعرف ان كلمة نيم تنفع فعل, كلمة نيم تنفع فعل ومعناها يسمي. بارتنر بارتنر وهو زميلك, الزميل بارتنر زميل او شريك, زميل او شريك الاثنين نقدر نطلقهم على هذه الكلمة. ساينتست ساينتست وهو العالم, العالم نقول عليه ساينتست. استاديوم اللي هو الاستاد. بريزنتر اللي هو المذيع او المقدم للبرامج, حضرتك اللي بتشاهده اسمك فيور. في كلمة أخذناها كلمة كايند, كايند لو أنتوا فاكرينها قلنا كلمة كايند اللي هو البني آدم الطيب, هتساوي هذه الكلمة فريندلي يعني ودود أو طيب أو بيحب الناس ويحب الخير الآخرين. بوريد وهو الإنسان المتضايق. موفمنت اللي هي الحركة, كيدز معروفة. all over كل أنحاء, لو قلت all over the world يعني في كل أنحاء العالم. amazing اللي هي البني آدم يعني حاجة مذهلة. amazed في amazed هناخدها شوية كده, مستعجلش.
بص الكلمة تسمع كلمة guard gardener guardian guard اللي هو يقول لك bodyguard اللي هو الحارس guard guardian اللي هو الوصي وتيجي بمعنى حراس يعني حارس أو وصي بيسموا الجارديان based in وهنأخذها بالتفصيل مقره فين يعني أقول مثلا هاي دام السد العالي بي طبعا based in is based in أسوان مقره في أسوان based on قائم على زي إيه كأنك تقول success النجاح based on hard work يعني مبني وقائم على العمل الشاق nearby هو القريب local اللي هو محلي احنا توقفنا على كلمة دونيت وهذه دونر المتبرع charity اللي هي الجمعية الخيرية الجمعية الخيرية اشوف حضراتكم هتفتكروا بعد شوية ولا لا هوم تاون يعني بلدكم الأساسية مسقط رأسك فين organization اللي هي المنظمة وكلمة organization دي انت ممكن تلاقيها مرة بالاس ومرة بالزد مش مشكلة attack اللي هو يهاجم تسمع كده يقول لك attacker شغال attack يعني هو طبعا مهاجم responsibility المسؤولية ايه الصفة من كلمة responsibility يعني عايز اقول هذا مقدرة ليه يا بلتي responsibility عايز اجيب واحد اقول ده مسؤول عن responsible excellent responsible تبقى شاطر فعلا لو قلت لي responsible مي... ايه حرف الجر اللي بيأتي مع responsible مسؤول حرف الان اون 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 ما تجيش مع ريسبونسبل لكن حاولي قربتي انت اهو تمام ريسبونسبل بتبقى معاها ريسبونسبل فور يعني لو انت مش عارفها بكتبها ريسبونسبل فور وهوريها لك بعد شويه لوك افتر يعتني بي لوك افتر يعتني بي طيب لو انا قلت تيك افتر يا سنه اولى ممكن تعرفوها دي لوك افتر لو انا قلت تيك افتر معناها ايه يحذر تيك افتر وتيجي لا هي طبعا تيك افتر بمعنى يشبه كلمه جديده عليكم مش مشكله اتشيف ينجز او يحقق الاسم من كلمه اتشيف يا سنه اولى achievement excellent degree درجه واحد اثنين بيجاوبوا والباقيين مش عارف راحوا فين المرض اسمه illness عايز كلمة تساوي كلمة illness sickness الاعتلال ده عايز واحدة تساويها بالظبط sickness الاعتلال تمام ها كلمة بمعنى مرض ال بصفة معناها مريض عايز مرض ها sickness ها sickness قلناها دي معناها الاعتلال disease excellent مين اللي قال disease مين انا قلتها لا في صوت نسائي قال معاها برضو قال disease انا يا مستر قلت كمان ايوه برافو عليك تمام witness طبعا في كلمة احنا وصلنا ديجري وانجر ترى فين وصلنا الكلمة دي سرحنا منها ولا ايه ويتنس اللي هو يشهد كأنك بتشهد شهادة في المحكمة بنقول عليها ويتنس يشهد لونج تيرم يعني مدى طويل يعني كأنه واحد بي على المدى الطويل على فترة زمنية طويلة نسميها لونج تيرم فاكرين كلمة فاليجر القروي الناس معتقدة ان كلمة يقول لك انت ولد فالجر لا كلمة فالجر هنا مش المقصود بها ان انسان وقح لا ده معناها قروي يعني معناها يعني ريفي وري اللي هو يقلق والقلق نفسه بيولوجيست جاءت من كلمة بيولوجي سنس اللي هو يحس والحاسة اللي هناخد مع بعض طبعا الحواس الخمسة بس قدام ريسيرش بحث هنا تخلي بالك ريسيرش ده بمعنى بحث او يبحث بس في بحث علمي
لكن في كلمة سيرش بس من غير الار اي سيرش ده يبحث عن شيء مفقود سيرش يبحث عن شيء مفقود منه بتساوي ايه كلمة سيرش يبحث لازم تكونوا جاهزين للأسئلة دي لأن هي في الامتحان بيقول لك استخرج من القطعة كلمات بمعنى سيرش بتساوي كلمة طيب هي من مشتقات كلمة لوك يا نهى ايه يا نهى طالعة داخلة يا نهى دي طبعا اسمها لوك فور يعني لوك فور يبحث عن طيب اهو يبقى هي دي في عندنا تاني يا حضرات كلمة conservation فاكرين الكلمة دي conservation خدناها صحيح واحدة اللي فاتت ايوه pilot recognize الكلمة دي كلمة جديدة بتيجي في الامتحان دايما اسمها livestock اللي هي بيسموها المواشي يعني البهايم اللي مربينها الكاتل اللي هي الماشية الابقار بس employ يوظف وليها مشتقات هنشوفها مع بعض encourage يشجع graduate يتخرج من وهديكم مشتقاتها برضو في language notes بعد شوية relationship وهي العلاقة يقول لك أنا بعمل relationship علاقة بيني وبين صديقي علاقة بيني وبين الكتاب علاقة بيني وبين المجتمع كده local اللي هو المحلي طيب ممكن واحد يديني عكس كلمة local عكس كلمة local country ده البلد معناها الدولة محلي يعني موجود داخل البلد international excellent اهو كده هذا الكلام الصح ان فعلا اللي هو ده اللي احنا بنقول عليه ده الانترناشونال تمام في عندي بروتكت اللي هي يحمي area المنطقة وتيجي بمعنى كمان المساحة killing القتل missing شيء المفقود يعني إنما missed دي حاجة تانية يعني معناها ده تيجي فعل في الماضي معناها فقد الشيء أو ما حصلش الأتوبيس المونيتور تسمعوا ده جاية فعل هو طبعا اللي هو الشاشة بنسميها كنا المونيتور بترصد عليها الشيء لكن هنا جاية فعل بمعنى مونيتور اللي هي طبعا بمعنى يرصد تراك خلي بال حضراتكم احنا خدنا تراك وتريك فاكرينهم هنا تراك بالاي بمعنى يتعقب الشيء وتيجي بمعنى التراك اللي حوالين الملعب اللي بيلف فيه اللاعبين هانت يا مستر نعم طب ايه الفرق بين مونيتور وابزيرف كلمه اوبزيرف ده اللي هو بتبقى معناها يلاحظ الشيء مش يا كلمه يلاحظه بعينيه لكن يرصد الشيء يعني ياخذ الشيء ويكتب عنه تقرير يكتب عنه تقرير يرصده يقول لك من كذا لكذا فبيعمل له زي عمليه بحث انما الابزورفيشن والابزورف ده اللي هو الملاحظ يلاحظ بعينه فقط لا غير جرو اب والهيرو وهو البطل تعالوا بينا حضراتكم نشوف حاجه ثانيه عايزين اوريها لحضراتكم الان شوف كده معايا ظهر عندكم الشاشه الزرقاء دي ايوه تعالوا بصوا كده معايا هيظهر عندنا ايه هنتكلم على يونت 2 تاني بس بارت 1 الجزء الاولاني وشوف هو عندي هيتكلم على مين بيتكلم على شخصيه قبل ما انسى طبعا انا جبت لحضراتكم كتاب المدرسه نسخه PDF يعني هحملها لكم على الجروب وحملوها عندكم اللي عنده كمبيوتر اللي عنده موبايل اللي عنده اي حاجه كتاب المدرسه هحمله لك عندك عشان تبقى تشتغل منه عشان لما يدوا لك التاب تبقى تحمله عليه people who help الناس اللي بيساعد الاخرين واطلق مثالا على ذلك اللي هو محمد صلاح لاعب كره القدم محمد صلاح is one of the Egypt's most famous footballer famous ما معنى كلمه famous مشهور كويس لازم صح He is admired for his speed
and ability to score goals. Admired. ما معنى كلمة admired؟ أيوه هو معجب عشان مبني المجهول فعلا. And score. ما معنى كلمة score؟ مجموع. السكور ده في المجموعة ده في اللعبة على الجيم. يسجل. يسجل أو يحرز. برافو برافو تمام. قبل يا عبد الله عشان انت اول يوم معانا لو فصل معاك البرنامج تخش تاني على نفس الرابط اللي موجود عندك. ماشي يا مصطفى. ماشي. In 2017 he scored as a goal. هو احرز هدفا to send Egypt to their first World Cup finals since 1990. كان هدفه السبب يوصلوا به للنهائي. محمد صلاح is one of the Egypt's most famous footballer. He is admired for his speed and ability to score goals. In 2017, he scored the goal to send Egypt to their first World Cup final since 1990. صلاح has been praised. ما معنى كلمة praise؟ امتدح. برافو. بيمتدحوه. For ليه الناس بتحبه وتشكر فيه يعني بلغتنا. For بسبب his kind and generous donations. يعني طيبته وتبرعاته السخية to charity. يعني charity. جمعيات الخيرية. برافو عليكم. برافو برافو. In Egypt. He donated. ما معنى كلمة donated؟ تبرع. 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 His hometown in مسقط. أيوة طبعا. Hometown of Negrek. To build a school. دي بلده خلي بالكم. To build a school. ابنه مدرسة. And he has helped at Children's Cancer Hospital in Cairo. وكمان كان بيتقدم بمساعدة المستشفيات السرطان. صلاح desires. صلاح desires. Desire بمعنى ايه قلنا؟ رغبة. رغبة. يرغب. To help other is. Because he wants to give young people a chance. عايز يدي الشباب a chance. فرصة. 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 برافو برافو الناس اللي جاوبت. برافو عليكم. He is a role model. Role model يعني ايه؟ دور. رول واحد هو دور لكن رول موديل زي ما قال زميلي قدوة. قدوة 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 ناشي. برافو. تو مليونز اوف ايجيبشنز هو جيف هيم ذا نيك نيم اطلقوا عليه ذا هابينس ميكر اللي هو صانع السعادة وده النيك نيم بتاعه. بعد كده هنتكلم على موضوع اخر. الكلام ده هتلاقيه موجود في الكتاب اللي هبعته لك ان شاء الرحمن النهارده. بلاد دونرز. دونرز اللي هم الناس اللي بيتبرعوا بالايه؟ بالدم. بالدم. هنشوف حضراتكم زي ما انتم شايفين كده عندكم يعني every year on 14th June countries around the world take part in World Blood Donors Day to share information about the importance of giving blood. في يوم عالمي يوم 14 يونيو ده بالعالم بيعملوا يوم كده بيشاركوا في هذا اليوم عشان يتبادلوا المعلومات ويدولها للناس عن أهمية التبرع بالدم. Why should people donate blood? Donating blood can help people if they have been badly injured, اللي بيساعد الناس الذين يصابوا, or need a regular blood transplant, اللي هو هنا قلنا transplant اللي يجيب معنى نقل, يعني نقل أعضاء أو نقل الدم, وتجيب معنى كمان في نفس الوقت اللي هي نقل الأعضاء أو زراعة الأعضاء. Because they have a long-term illness. الناس اللي احنا بنسميها طه, حمد الله على السلامة يا طه, توك اللي جاي. في عندنا كمان لانه a long term illness اللي هم اللي بيسميها زي الامراض المستعصية, يعني الامراض اللي بيبقوا بتاخذ فترة زمنية طويلة. Giving blood ان التبرع بالدم can also have health benefits. بيفيد المتبرع كمان. ازاي؟ All donors have their blood pressure and iron, الايرون ده هنا, levels
checked before donations. عشان تتبرع بالدم لازم احنا بنفحصك الاول ضغط الدم ونسبة الحديد فانت بتستفاد. So people who donate blood can find out quickly if they have any health problems. لما تتبرع بيكشفوا عليك في المستشفى فهنا بتعرف لو عندك اي مشكلة بتظهر. Giving blood can save lives and it is easy to do. ومن السهل ان تفعله. ونبدأ تاني ونتكلم working together. بيتكلم على موضوع اسمه العمل الجماعي working together اللي هو بيسموه يعملون معا. يعملون معا اللي احنا بنسميها working together اللي هم الذين يعملون معا. طيب ما لهم دول اللي بيعملون معا دول؟ اداني مثال على lions are disappearing all over Africa. بدأت الأسود تنقرض but there is some hope. في أمل بدأ يظهر. Now after the amazing work of an organization. يعني organization منظمة تمام called Lion Guardians اللي هم اللي هو طبعا قلنا Guardians اللي هم عبارة عن الوصي أو الحارس الناس اللي هم حراس الأسود which is based in Kenya but Guardians help in nearby Tanzania. The aim of Lion Guardians is to help local people to protect their own livestock. عشان يحمي الناس اللي موجودين في البلد يحمي الماشية بتاعتهم. And reduce the number of lion killing in the area. وفي نفس الوقت يقللوا أعداد الأسود التي تقتل. Cattle are important to the villagers. طبعا villagers اللي هم الناس اللي هم القرويين بالنسبة لهم مهمة. But they often go missing. Go missing مع بعضها بمعنى يفتقد يعني معناها يفقده بتبيع منه توه or are attacked by lions أو تهجم عليها الأسود. Then the lions are killed. طبعا الأسد بيقتل الماشية بتاعتي فأنا أقتله. ليه طبعا as villagers worry about losing more livestock. في طبعا life guardians is changing this. The organization works with the community to help ممكن post. تعيش تاني؟ نعم. ممكن تعيد تاني؟ عشان أنا تو بخل. كنا بنتكلم على ال working together هو اللي الناس اللي بتعمل معا. اللي هم بتكلم على منظمة تسمى Lion Guardians اللي هم حراس الأسود. فهنا بيقول بيتكلم على Lions are disappearing all over Africa but there is some peace hope now after the amazing work of an organization called the Lion Guardians. يعني بيقول طبعا بدأت الأسود تختفي لكن الأمل بدأ يظهر بعد ظهور منظمة واسمها حراس الأسود دول أو الأوصياء على الأسود. هذه is based in Kenya موجودة في كينيا but guardians help in nearby Tanzania nearby. يعني حتى كمان موجود يساعد في تنزانيا. The aim اللي هي كلمة هدف اللي بتساوي goal اللي هنشوفها بعد شوية offline. Guardians is to help local people بتساعد الناس المحليين to protect their own livestock الماشية بتاعتهم and reduce the number of lion killing in the area. هنا الكاتب بيقول لنا انه القتل are important to the villagers مهمة الناس القرويون but they often go missing. كلمة go missing معناها يفقد او يتوه يعني بتضل السبيل or are attacked by lions او يقضي عليها الاسود. Then the lions are killed. بس ما تلعبش يا اسامة. They are killed as villagers worry about losing more livestock على أساس إن هم بيفقدوا اللايف ستوك بتاعتهم. مش كده وبس. Lion Guardians is changing this. The organization works with the community. المنظمة شغالة مع المجتمع to help both the lions and their livestock. And this is done by employing local people. علشان يحمل أسود ويحمل الماشية وظفوا ناس من البلد. طبعا قبيلة اسمها قبيلة المساي اللي هما بيسموها الماساي من. الماساي من دي are chosen to become guardians as they understand lions
and have the skill needed to. طبعا وعندهم المهارات المطلوبة to monitor their movements. إن هو يتعقبون هنا المونيتور طبعا بيجوا هو ماشي ورا هذه الموفمنت. بطلوا تلعبوا الناس اللي بتلعب بالقلم بطل تلعب. Find طبعا هنا their movement find missing livestock وحتى الماشية اللي بتكون مفقودة بيقدروا يجيبوها and stop hunting parts هي طبعا بيسموها جماعات الصيد who kill the lion for sport. في ناس طبعا الأغنياء يقول لك يلا بدنا نصطاد غزال نصطاد أسود من أجل الرياضة مش استفاد منه غير يقتلوا بس. They are taught to be field biologists هو يزود العلماء الأحياء and are given a sense of responsibility طبعا هم كلمة field هنا معناها مجال مجال و sense of responsibility اللي هي حاسة عندهم الإحساس بالمسؤولية. Lions are كلمة monitor فاكرينها monitored every day اللي هي كل يوم اللي هي بتفحص وتلاحظ and the information is sent to the cattle farmers who can then make sure their cows are safe. طبعا كل واحد يخلي باله من المشية بتاعته. Lions gardeners are very successful. They help the future of lions as well as the local community. تحمي الأسود والمجتمع المحلي. هنا طبعا احنا هنتوقف لما هنرجع تاني للمذكرة بتاعتنا عشان نشوف الكلام اللي احنا اخدناه على هيئة كلمات واخدناه على الريدينج بتاعه ازاي الريدينج اللي موجود عندنا. لكن في كلمات انا عايز حضراتكم تخلي بالكم منها. في عندي تركيبات كانسر هوسبيتال احنا خدنا كانسر السرطان تبقى كانسر هوسبيتال اللي هي مستشفى السرطان along with بالإضافة إلى تساوي إيه الشاطر as well as as well as excellent excellent يا ولد as well as. طيب حد عنده كلمة تاني غيرها as well as إجابة صحيحة in addition to in addition to فعلا 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 الناس المذاكرة يعني ده بتفرح فعلا. رول موديل فاكرين لما سألتكم رول موديل رول موديل اهي بمعنى طبعا دور لوحدها لكن لما تيجي مع بعضها معناها قدوة قدوة للشباب. بلاد دونر بلاد بريجر كل ده قلنا احنا وشغالين. ميك فريند سويس طبعا نقص الحديد دي كلمات اللي هي ديفينيشيسي طبعا سكور ا جول فايند اوت اباوت هيلث بروبلمز بروتكت فروم اللي هي go missing أو get lost the aim of the organization from all over the world sense of responsibility بها مكتوب العربي over hunting يمكن أول مرة تسمعوا على كلمة الصيد الجائر يعني صيد زيادة عن اللزوم world cup finals و take part اللي بيساوي share in. لسه الموال بتاعنا لسه لم ينتهي بعد لكن عايزين نشوف حضراتكم احنا هنشوف ايه مع بعض. اللوحة التانية رجعت تضح لي اللانجوج نوتس وعايزك تركز معايا بكل احساسك. لو لاحظت النهاردة انه بدأ الشغل بتاع سنوي يعني الوحدة اللي فاتت كانت وحدة هادية وكويسة لكن النهاردة بدأ يديني وحدة شديدة شوية على اساس ان حضراتكم بدأتوا تخشوا في المنهج. ايه الفرق بين كلمة other و others و another؟ اهو هذه الكلمة الاخيرة اهي other هم كلهم بمعنى الاخر الاخر. other يأتي بعدها اسم جمع. بص المثال اللي بالاحمر some people like English other people don't like it استخدم بعد كلمة other كلمة people وكلمة people plural يعني كلمة جمع not singular وكلمة other ممكن أن يأتي بعدها مفرد كلمة مفرد بس إمتى أن يكون ثاني اثنين يعني he waved to me with his other
هاند. يعني بدأ يسلم علي كده هو يلوح بإيده الثانية كده بيعمل other hand other hand كده. في اللحظة دي هو بيلوح بيده الأخرى. لما يكون عندك حاجة منها اثنين خلاص، يعني مثلا هو مثلا ماسك حاجة بإيده الأولانية and wave with his other hand ويلوح بالأخرى، تستخدم معها كلمة other. معلش يا مستر ادينا مثال تاني. تاني he waved to me with his other hand. طيب عند حضرتك تاني ندي لك مثال. he look with one eye. he look with one eye and cover the other eye. عرفت ايه معنى المثال؟ وبص علينا بعين وعمل ايه الثانية؟ غطى العين الاخرى، فهي ايه؟ cover the other eye وغطى العين الاخرى. فهنا بيقول لك بيستخدم لما يكون الحاجة منها اثنين، دي ليها استخدامين، اما other يأتي بعدها اسم جمع، واما ان يأتي بعدها بنستخدمها لما يكون الحاجة منها اثنين. ذكرت الاولى وبعدين عايز اذكر الثانية، فضع قبلها كلمة أثر ومعناها الآخر أو الأخرى حسب المذكر والمؤنث. أثرس بقى كلمة أثرس معناها الآخرون، وهي لا يأتي بعدها اسم، لا يأتي بعدها اسم، لأن هي أصلا هي في اللحظة دي اسم، فيأتي بعدها فعل. بص المثال. Some people like English، بعض الناس يحبون اللغة الإنجليزية. Others والآخرون don't like it. يبقى كلمة others دي كأنها حلت محل other people، حلت محل other people زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم. في عندنا تاني أمثلة تانية هتلاحظوا في كلمة another. كلمة another دي هتلاحظ يأتي بعدها دائما اسم مفرد، اسم مفرد. I like this cake, give me another one. يعني another one يعني آخر، آخر. Another one اديني واحد تاني. قال هو دايما كلمة another بيأتي بعدها اسم مفرد، واسم المفرد هنا كلمة لو جاء بعدها اسم مفرد تكون كلمة another لها معنيين، إما بمعنى زيادة أو إضافي. يعني مثلا عايزة أنت حضرتك القلم بتاعك خلص، فبتقولي لوالدك ايه؟ كان يو، او والدتك مثلا او اخوك او اختك، كان يو جيف مي انذر وان او انذر بن او انذر بوك كده. الحاجه الثانيه حضرتك كمان حطولك طبق رز وخلصتيه، كان يو جيف مي انذر بليت اوف رايس، ممكن تديني طبق رز ثاني. يبقى هنا جاءت واحد معنى زيادة ومرة معنى إضافة، إضافي. نشوف حضراتكم تاني لهذا الكلام اللي موجود قدامنا. هتلاحظ إنه عندنا هنا كلمة، لاحظ استخدام كلمة the first، كلمة the first اللي موجودة قدامنا. لاحظ استخدام the first و the last. إذا كان في الجملة كلمة the first أو كلمة the last يأتي بعدها to زائد المصدر، يأتي بعدها to زائد المصدر، يأتي بعدها to زائد المصدر. مها was the first، بص كده أهو، to win the prize. مها was the first to win the prize. إذا ذكر في الجملة، ذكرنا في هذه الجملة أهو كلمة the first أو the last يأتي بعدها to زائد المصدر. إيه الفرق بين كلمة اللي كنت بتسأل عليها a goal aim target؟ goal ده هدف وايم هدف، الاثنين دول هدف تريد تحقيقه، هدف تريد الوصول اليه. وقيل ان هدف كلمه اجول دي هدف في الكره وهدف في الحياه،
فهدفك في الحياة. طب ايه الفرق ما في كلمة ايم؟ قال لي هدف في الحياة. قال لي لو الهدف قريب التحقيق يعني يتحقق بسرعة زي النهاردة، هدفنا النهاردة انه نشرح الوحدة او يونت نمبر 2، ده اسمه ايم. لكن هدفك من دخول المرحلة السنوية انك تطلع دكتور، تطلع مهندس، تطلع مذيعة، تطلع كده، ده اسمه جول، لانه هدف بيكون هدف حياة او هدف يستغرق وقتا لتحقيقه. لذلك he scored a goal، احرز هدفا. he scored a goal يعني احرز هدفا زي ما انتم شايفين اهو، احرز هدفا. وفي عندي he achieved his goal، برضو هو حقق اهدافه. انما كلمة aim اللي موجودة قدام حضراتكم دي، ده تنفع فعل وتنفع اسم. اذا جاءت اسم فهي بمعنى هدف في الحياة زي ما تكلمنا، واذا كانت فعل فمعناها يهدف الى. What's your aim؟ ما هدفك؟ He aimed at winning، هو يهدف للفوز. انا عايز تخلي بالك منه كلمة aimed، ادي حرف الجر اللي بيأتي معها at، ما تقولش تو. انما target قال ده هدف او هدف تصوب عليه، يعني هدف امامك محدده تريد ان تصل اليه. I want to reach my target. هنا ده لما ان شاء الله اللي هتخصص في اللغة الانجليزية، ده من نوع من انواع البلاغة، كأنه شبه هدفه. يا مستر. نعم مستر. مش ام ينفع ام لا معنى تاني يعني يطلق على او يصوب على. يصوب على. يصوب على. تنفع. لا معنى تاني. يصوب على ده عشان. بتستخدم في الالعاب. ايوه. بتلعب ببجي دي ولا مش عارف انت شكلك. اكيد. فده اللي هي كلمة تارجت اللي احنا بنتكلم عليها. كلمة تارجت اللي احنا بنتكلم عليها يا حضرات، قلنا ده عبارة عن هدف. هذا الهدف اللي احنا بنتكلم عليه ده بريد زي ما يقول لك انك انت هدف تجعله امامك لكي تصل اليه. I want to reach my target. He is the target of. He is the target of criticism. النقد. يعني ايه؟ هو دايما حاطط نفسه هدف للناس تنتقده. فده اللي هو كلمة تارجت. وعامة لما بتعامل مع الاجنبي ما بيفرقش بين اي واحد من دول. يعني لو كلمت في اي واحد من دول يقولك عادي جدا، يعني مش مشكلة بالنسبة له الحكاية دي. زي ما احنا شفنا حضراتكم، هنشوف دلوقتي كمان ايه الفرق بين كلمة ايرن وكلمة وين وكلمة جين، وقلناها قبل كده وانا بقولها لك للمرة الثانية. ايرن معناها يكسب مالا، يكسب مالا يعني يكسب مال، يعني معناها اي في ماني. وكمان بص المثال جميلة مدهولك. He earned his living يعني يكسب قوت يومه، يعني معناها ان هو ايه بيشتغل علشان يجيب فلوس ويأكل نفسه واولاده. دي هي اسم earned his living. يعني بيسموه اكل عيشه بلغتنا احنا. She earned some money، وهي ربحت بعض من المال. اما كلمة win تستخدم للفوز بشيء فيه منافسة، كأنك تكسب cup medal match prize game election هي الانتخابات race السباق etc يعني الى اخره. اما كلمة gain تكتسب او تكسب شيئا معنويا او وزن. يعني ايش يعني شيء معنوي؟ يعني حاجه ما تتمسكش في الايد. فيم الشهره، كسب شهره، او ريبيوتيشن سمعه، اكسبيرينس خبره، ويت وزن، نوليدج معرفه، دي كلها نستخدم معاها كلمه جين. ما نستخدمش معاها غير جين عشان لما اجيبها لحضراتكم في الامتحان تحلوها. بيت بمعنى يهزم، يهزم. بيت تيم، بيت انمي يعني فريق او عدو. بيت بيرسون، وي بيت اسرائيل ان 1973. نان او نو وان كان بيت مي ات تشيس، مفيش حد يقدر يهزمني في الشطرنج.
طيب يا مستر نعم مش انت قلت ان تارجت هدف قاعد يعني قدامي عاوز احققه؟ ما قلت لك الفرق بينه وبين كلمه جول الاتي، انت ليه بتنسى بسرعه؟ الفرق بينه وبين كلمه جول، قلت لك ده عباره عن اسلوب بلاغي، اسلوب بلاغي النهوي. طبعا الجول اللي انت بتتكلم عليه هنا ده شيء معنوي، شيء معنوي يعني مش تقدر تمسكه في ايدك بس وتحققه، لكن لما بيستخدم كلمه تارجت هدف تصوب عليه يعني كانه شبه الهدف على انه شيء يمكن ان يمسك وان يصل اليه. ولذلك لما ادالك المثال قال هو يضع نفسه هدفا للايه؟ للنقد، كانه هدف بيطلق عليه النار، بيطلق عليه الرصاص. فكلمه تارجت الفرق بين جول وتارجت ان هذا ده اسلوب بلاغي واسلوب ادبي يستخدم في البلاغه زي ما هتدرسه ان شاء الرحمن في اللغه العربيه، يشبه الهدف على انه شيء ملموس. ادي الفرق بين الاثنين. الفرق بين كلمه جول، الفرق الثاني ان جول هدف انت تريد ان تصل اليه، لكن تارجت لها معنى ثاني، هدف يصوب عليه، هدف تريد ان الناس تصل اليه او تحققه، بتتفق مع كلمه جول في هذا المعنى. في عندنا تاني كلمة مشتقات كلمة work، work with، work for، work on، work against. خلي بالك لما اجيبهم لك في الامتحان. work with شغال مع مين؟ I work with the students، انا شغال مع الطلبة. work for شغال عند مين؟ I work for a company. work on a project شغال في مشروع. work against كانه بيقول لك انه sleeping work against your studying، النوم ضد المذاكره. ايه الفرق بين كلمه job وكارير وبروفيشن؟ job معناها المسمى الوظيفي اللي بيطلق على الوظيفه وتجمع هذه الكلمه. My mother had a lot of jobs to do. ليها وظائف أعمال. يبقى إذا مسمى وظيفي وتيجي بمعنى أعمال. You look for a nice job. يعني الوظائف في كمان هتلاقي في كلمة job في المثال الأولاني ده، كلمة job هنا كلمة job هتساوي كلمة task اللي هي مهمات، هنعلمها لك شوية قدام. كارير حياة الفرد المهنية، يعني إيه؟ يعني سنوات العمل التي قضيتها. خدت كم سنة في شغلتك دي؟ كارير. I enjoyed my career as a teacher. استمتع بحياتي المهنية كمعلم. He wants a career in banking. يريد أن يعيش في حياة مهنية في البنك، يعني عايز يعيش شغلان عمره كله في البنك، يعني يا ريت بس. إنما كلمة بروفيشن، كلمة بروفيشن الكلمة الوحيدة اللي جابت في امتحان ثالثة ثانوي السنة اللي قبل اللي فاتت، اللي هي بتكلم اي مهنه تحتاج الى مؤهلات، زي الطب، زي التدريس، زي الهندسه. مش اي حد يخش كده ويشتغل الشغلانه، لكن واحد عايز يشيل من عندك نقله رمله عايز تشيلها، طوب، واحد عايز يكنس الشارع، دي محتاجه الى مؤهلات؟ لا تحتاج الى مؤهلات، فلا تطلق عليها كلمه بروفيشن. اما كلمه بروفيشن تطلق على المهنه التي تحتاج الى مؤهلات. في عندنا ترانسبلانت اللي احنا قلنا ليها معنيين، بمعنى ينقل وبمعنى يزرع. ينقل زي ينقل الدم او يزرع الاعضاء زي ما قلناها. انما ترانسبورت اللي هي نقل البضائع او الناس، جاءت من ترانسبورت اللي انت عارفينها كنت تقول عليها وسائل النقل والمواصلات. ترانسفير ده هنا اللي هي يحول المال. عارفين يحول المال ازاي؟ ممكن تحوله من بنك لبنك، وممكن تحوله من عمله الى عمله. ترانسميت ده يبص إشارة، زي الإشارات بتاعة الايه الموبايل بتاعة الدش دي بيسموها ترانسميت. بص المعلومة الجميلة دي، إذا كانت الجملة مبدوءة عند حضرتك بوان أوف، تمام، يأتي بعدها اسم جمع students، لكن الفعل يكون مفرد. ليه؟ لانها عادة على one of. برافو عليك، تمام. لانه هنا بيقول one of the students، مش بيقول الطلبة كلهم، ده بيقول ايه؟
واحد من الطلبة. يبقى إذن فاعل جملة مفرد ولا جمع؟ مفرد. برافو، عشان كده استخدمنا له إيه؟ إز. ونطلع بمعلومة، نطلع بمعلومة إن one of يأتي بعدها واحد اسم جمع، لازم الاسم اللي وراه يكون إيه؟ جمع، لكن الفعل يكون مفرد. قلنا في كلمات بتساوي بعضيها، كلمة chance بتساوي كلمة an opportunity، وهناك معنى آخر لكلمة chance بدل كلمة فرصة، بتيجي بمعنى كمان إيه؟ صدفة أو حظ. يعني بيقول إيه؟ he answered by chance، يعني هو بالصدفة جاوب، ما كانش فاهم حاجة. ايه الفرق بين كلمة based in و based on؟ based انا قلتها بس بقولها تاني عشان لو حد ما كانش موجود ساعتها. based in معناها موجود فين، وقلنا المثال انه the high dam is based in أسوان، the UN اللي هي United Nations الأمم المتحدة is based in نيويورك، يعني مقرها فين. إنما based on قائم على، مبني على، مؤسس على. The film is based on a true story، قصة حقيقية. إيه الفرق بين مشتقات كلمة employ يوظف؟ اللي بيوظفك صاحب العمل اسمه employer، الموظف نفسه اسمه employee، التوظيف اسمه employment، البطالة يعني ما فيش شغل فبيسميها unemployment. tourism مثال، يعني tourism employs a lot of youth، ان هي السياحة بتوظف الشباب. This factory is the largest employer in our area، هي يعني صاحبة العمل في هذا المكان. هذه الكلام اللي احنا هنحتاجه النهاردة، كلمة نيك نيم اللي هو الكنية واللقب، تمام؟ يعني زي مثلا واحد اسمه محمد يقول له يا حمادة، فاطمة يقول لها يا بطة. فthe Egyptian gave صلاح the nickname the happiness maker. بالname ده الاسم المستعار، زي الكاتبة عائشة عبد الرحمن. العائشة عبد الرحمن كانت بتكتب وتمضي بكلمة بنت الشاطئ، بنت الشاطئ بالنيم. She used a pen name in writing her articles، يعني ما بيمضيش باسمه، بيمضي باسم مستعار. His name is محمد علي محمد، يعني هو أحمد علي محمد. His surname is محمد، يعني أنا مثلا اسمي محمد عبد الدايم، لكن السورنيم بتاعي بين الطلبة وبين المديرين بتوع المدارس اسمي مستر عبد الدايم، على طول دي اسمها السورنيم. كلمة conservation قلناها الحفظ والصيانة. طبعا في كمان preservation الحفظ والوقاية، هتلاقي الكلمتين دول بيتساووا مع بعض. conservation of wildlife اللي هو المحافظة على الحياة البرية. environment او البيلدينج، يعني environment اللي هي البيئة والبيلدينج المباني والفض اللي هو الطعام وايه. وعندنا اخر كلام هنتكلمه، ايه الفرق بين كلمة life وalive وthe life. life لما تكلم على الحياة بوجه عام، الحياة بوجه عام ما بتحددش نوع معين من الحياة. life is hard، الحياة صعبة. life is full of surprises، الحياة مليانة مفاجآت. لكن لو انا عايز اوصف الحياة، لو عاوز اوصف الحياة اقول a life، a happy life، a hard life. لو عايز اتكلم على حياة شخص بعينه تحط لها the life of our father، حياة ابينا. The life of our prophet محمد بن عبد الله، حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد محمد اقرأ كده اللي عندك. انا قول عبد الله معاك اول، انت ايه خد كده اول ستة عشان مش هتقدر تجاوب تاني عشان انت معاكش كتاب. ماشي. محمد صلاح is one of Egypt most famous، هتبقى نمبر بي. اكسلانت اكسلانت. بعد ما تخلص
ادي لك التحيه كامله ان شاء الرحمن. فوتبولر اجابتك صحيحه تمام. صلاح من بيتو. صلاح از فوي هاز انت انتليجنس. انتليجنس اخترت ايه يعني الذكاء؟ اخترت ايه؟ ديسكفايد. هل هو صلاح اكتشفوه؟ الاكتشاف ما يكونش للبني ادمين. لا ذكاء وخلى الناس ايه سي فعلا ادمايرد الناس اعجبت به. إجابة صحيحة تمام. بس في دام ستار is admired تمام. رقم سي وات ميكس صلاح this is this thing. بص كده distinguished مميز. distinguished يعني ايه؟ ما الذي جعل صلاح مميزا؟ ان هو to score goals. دي نقول عليه ايه؟ his هتبقى نمبر بيست يا مستر. disability الإعاقة. لا استنى دقيقة نمبر سي. لا الإجابة الصحيحة سنة أولى. حد يرد غيره دي يا مستر. آخر واحدة دي ability يعني دي. يعني قدرته قدرته القدرة. أيوة برافو عليك يا إيمان مجاهد تمام برافو. هي نقطة أديتيف جول. أديتيف جول تو سيند إيجيبت. إيجيبت تو ذا وورلد كاب فاينل. أيوة فاينل تمام. سنة جول. إيه الفعل اللي بيجي مع جول يا عبد الله؟ بط يضع. لا استنى رقم سي يا مستر. سكور الاهداف بيجي معاها كلمة سكور معناها يحرز تمام. ايوه is one of the most qualities of footballer. كونك لازم تكون ايه عشان تبقى footballer زي محمد صلاح؟ انت لسه حيلها في رقم نمبر 2. هتبقى مستر دي رقم دي. اعلان هي الانتليجنت ان تكون ذكيا. بس كفاياك كده. اللي بعده بعد عبد الله ايمان. ايمان احمد رقم 6 يا ايمان. ماي فازر ايوه از أجاوب على طول ولا كم؟ أيوة لا يقرأ لي نمبر كم؟ إيه إيه ولا بي ولا سي ولا دي؟ سي سي فعلاً إجابتك صحيحة فعلاً سي. وده التحية الأول لعبد الله. ناش سيفن ذا جود فوتبولر شاور وورد رقم إيه نمبر ايه اون. ايوه لا تيم ميتس يعني لو زمايله في الفريق لا بد ان يعمل عليهم. احنا قلنا ورك اون ده يعني يا اما يقنع يا اما بمعنى يصلح او بمعنى يعمل في مشروع. لكن يشتغل مع زمايله يبقى ورك ايه. ورك ويز. ورك ويز زي ما قالت لك ايمان مجاهد. Work with رسالة. رسالة عارفين انتو بتاعت منظمة رسالة او جمعية رسالة. رسالة is in Egyptian. ايوة hospital. الرسالة دي مستشفى. ده لسه بقول لك دي جمعية خيرية. رقم دي. ايوة charity الجمعية الخيرية نمبر دي. عشان احنا قلنا حضروا الكلمات قبل الحصة. يلا سام بويز. سام بويز ادور. ادور يعني يعشق. دي الكلمة دي معناها يعشق. بيعشقوا كرة القدم. وجاء الناحية الثانية حتى بعض النقط اسم جامع. يبقى نختار له ايه؟ رقم بي. فعلا اجابتك صحيحة تاخد ازر. صح تمام.
اخر واحده ليكي اهو، هي دي ما ذكرناهاش بس دي في ثالثه اعدادي، لما اشوفها تحليها ولا لا. سانكس ها؟ ايوه سانكس ايه؟ جاتو اكسلنت سانكس تو. طيب لو شاطره تقولي لي سانكس تو معناها ايه؟ هتبقي شاطره فعلا. ثانيه ملهاش علاقه بشكرا، خلي بالك خالص عشان ما تدوريش عليها. سانكس تو معناها ايه؟ اختراع. نو ها حد ساعدنا اول مستر. اتفضل لسه هتبقى مشكور بفضل. سانكس مشكور اه لا هي سانكس تو معناها بفضل، يعني حاول تكتب عندك لو انت مش عارفها، سانكس تو معناها بفضل. وشكرا يا ايمان. طيب نشوف الشخصية الثانية، محمد موسى. محمد موسى تفضل. ايوه ابلاد دونر. دونر يعني متبرع الدم. اكسلنت، المتبرع بالدم، برافو. بيبول اول اوفر ذا وورلد لايك فوتبول. اوفر ذا وورلد يعني اوفر ذا وورلد، انحاء العالم. وانحاء العالم، برافو عليك. The place where you were born and grow is called your hometown. Hometown، موطنك الذي ولدت فيه، برافو عليك يا ولد والله. ها We can win the match easily if فعلا ماتش بتاخد كلمة win، برافو تمام. Do you like to praise people who make great achievements؟ ما معنى كلمة praise؟ نمدح. أيوة برافو عليك، فعلا فعلا لم تخطئ خطأ واحد، بسم الله الله أكبر. مستر كمل. تأخذها كلها. حد بينادي؟ أنا مستر. قول يا أسامة. يا محمد محمود يا مستر، النت فصل مني مش قادر أخش تاني، قعدت جنب أسامة. يعني أنت موجود المهم؟ أيوة. طيب احسن تدينا اسئله يا مستر. من عينيا ال 17 نبدا على طول. محمد موسى خلاص، اسامه نعم. وبعده محمد محمود عشان ما يزعلوش، الاثنين قاعدين مع بعض في حته واحده. اتفضل. بروفيشنال بلايرز ار بيد ماتش ماني. اكسلنت، بالرغم ان دي صعبه، يعني هو بيقول ان اللاعيبه المحترفين بيدفع لهم فلوس يعني. تمام. Cancer is a fatal disease as it is incurable. Incurable يعني لا يمكن علاجه، ربنا يحفظنا. كان طبعا disease اللي هو بمعنى مرض يعني لا يمكن علاجه. تمام. Our team scored two goals and won the match. برافو، ممتاز. I have seen him talking about the pyramids. مع انك جبتها يا ولد، مع انها صعبة دي. الفعل سي يا سنة أولى، الفعل سي لو حد بيكتب ورايا، الفعل سي يأتي بعده الفعل مضاف له اي ان جي بدون تو ولا أي حاجة، خلي بالكم. برافو عليك يا ولد. ها You should study hard to achieve your goal. أهو كده، أولا هسقف لك الأول وبعدين أناقشك. أكملها كاملة لأنك أنت ما غلطتش. طيب أنا هسأل حضرتك سؤال، أنت اخترت أتشيف، ليه ما اخترتش سكور زي رقم 18؟ أنا أصلاً مش هسجل هدف في مباراة مثلاً. ده اسمه هنا لابد أن تذاكر لكي. أنا عاوز أحقق حاجة. أهو كده أحقق الهدف مش أنجز الهدف، برافو عليك يا ابني. برافو عليك، رفيقك في الكفاح موجود جنبك؟ تفضل يا حبيبي. ها يلا تفضل يا محمد محمود. My father has influenced me a lot. ايه معناها الكلمة دي اللي تهتهت فيها influenced دي؟ خدناها الوحدة الأولى. أعراض. ها أعراض بتساوي كلمة affect.
أو المصدر يعني يؤثر أخصر. تمام أثر مي كثيرا تمام مي قالت I do just like him he is my ruler model بي تأخذ نمبر سي أي مستر رولر القدوة اسمه رولر رولر موديل دقيقة مستر القدوة رول شفتها اهي شايف اهي ادي القدوة اهي رول موديل يبقى اذا عشان اقول ان ابي الذي تأثرت به وهو القدوة بتاعتي فانا بقول رول موديل تمام The well of should donate رقم سي مستر قالت of money to reply it excellent الناس اللي هم مرتاحين ماديا يجب ان يتبرع لبناء البلد تمام برافو no on can denti لا deny معناها ينكر deny معناها ينكر لا احد يستطيع ان ينكر ذا رول رول كده تمام برافو ذا وورد كاب از ا جريت فوتبول ايفنت يعني احنا كاس العالم هو حدث كروي عظيم برافو اي جوت تو هوسبيتال تو ميجر ماي ميجر يعني يقيس ها يقيس دونر نو ماي بلاد اعطيك اقول يا مستر تفضل يا محمد اماونت نو بريشر يا مستر بريشر الاولى يا مستر تمام يا ايمان برافو عليكم الاثنين اللي جاوبوا بلاد بريشر اللي هي معناها ضغط الدم يا مستر نعم يا حبيبي اماونت معناها كميه او عظيم لما بتروح حضرتك بيحط لك الجهاز حوالين ايدك يا حاج محمد مش بيقيس كميه الدم اللي في جسمك ده بيقيس ضغط الدم عشان يقيس كميه الدم اللي في جسمك يبقى صف الدم اللي في جسمك كله يبقى هو مش هيعالجك هيخلص عليك كده اعتقدش انها تنفع دي دلوقتي احنا خدنا طبعا نشوف مين تاني معانا ايمان مجاهد نعم تفضلي معاك لغايه 30 I have a strong هتبقى اللي هي انت برقم 26 يا دكتوره 26 دكتور الباز هتبقى وز نو في كلمه بروجكت جايه في الاخر يا ايمان اون هاي استنى يا عمر درها هي اون فعلا الاجابه اون ورك اون مع بروجكت 27 I have اقراها لك اهو I have a strong to be one of the toppers toppers يعني المتفوقون this year يبقى عندك ايه دي مش متاكده لا دي معناها الحلو اللي بعد الكشري ديزيرت يعني الحاجة الحلوة اللي بتديها لك ماما تاكليها بعد الأكل اسمها ديزيرت الأولى طيب حد يلحقها ديزاير يعني ديزاير رغبة عندي رغبة اللي انت اخترتيها في الأولى هيديك ده الصداع عايزة تقبل الصداع عايز عندك صداع طيب 28 فوتبولر تبقى الأولى فعلا بروفيشنال محترفون شايفين نوت اماتشور اللي هم دي معناها الهواه في ناس تقرا اماتشور محمد صلاح وانت تو جيف يونج بيبل تبقى ماني يعني هو تو سكسيد لا كاب يديهم كاس عشان ينجحوا لا فرصة بي معلش تشانس لا انت النهاردة يا ايمان عيانة صح يعني زينب عطيفي is a famous weight lifting
ويت ليفتنج يعني ويت ليفتنج يعني رفع الاثقال. هتبقى سي سينجر يعني مغني؟ لا بي بي لاعبة لاعبة. ايوه احنا بس ايه عشان خاطر المحاولة بس. بعد كده عندنا بعد ايمان مجاهد طه. طه ايمن اين انت يا طه؟ يا طه رحت فين؟ ايوه جاوب 31. تمام. ما تشيد درين تيك ان جونيور شامبيونشيب. كلمة بمعنى شير قلناها النهاردة. ها؟ احنا قلنا حضر الوحدة. تيك ايه؟ تورنز. تيك تيرن لا. حد يحل له؟ بارت. تيك بارت يعني ايه تيك بارت؟ يشارك. يشارك. يشارك تساوي شير ان يا حاج طه. طيب ماشي. أزا بلاتي أت إل الهضبة. الهضبة إذا أجزل تو أمر دياب. أمر دياب إيه ده الهضبة ده عبارة عن إيه قلنا؟ نيك نيم. نيك نيم تمام. 33 33 33. The Nile plays a part. Part in the life of Egyptian. الدور الذي يلعبه النيل دور ايه؟ غلب حمارك يا طه. ليه ما حضرت زي المرة اللي فاتت يا طه؟ كنت شاطر المرة اللي فاتت. حد يحصله؟ ولا مستر ماجور. ماجور ماجور هو طبعا بيساوي كلمة جريت. يعني ايه معناها يا مستر؟ جريت عظيم. دور عظيم او كبير. او كبير. هابينس از سينينم. سينينم يعني ايه؟ مرادف. مرادف يعني معنى. عايز كلمة بمعنى the word. كلمة بتساوي happiness في الأربعة دول. هي سهلتها لك اهو. قول يا مستر. خلاص يا طه النهاردة مضروب انت. قول لي يا أسامة. Delight. Delight. Delight يعني فرحان أو مسرور. علشان كده سنة أولى قلت لحضراتكم أنتوا لسه بتتعاملوا مع المرحلة السنوية على أنكم لسه في إعدادي. لا الدرس كالتالي. أنا درس داخل عليه النهاردة مش في اللغة الإنجليزية بس في أي مادة. لابد أن أنا أحضره في حياة بتبقى محتاجة أقرأ الأسئلة وأحل وأشوف نفسي هجيب كام في المية. أشوف الكلمات وأدور الكلمات الجديدة أترجمها عشان أبقى جاهز. دي ثانوية عامة مش إعدادية. فلازم أنت بتحضر قبل الحصة وبتحضر الحصة وبتذاكر بعدها. يبقى دول ثلاث حاجات. ثلاث مرات بتعرض عليك المعلومة. حضرت وبعدين حضرت الحصة وبعدين ذاكرتها. في اللحظة دي أحل الامتحان أنا ومطمن. لكن أنت تروح رامي كل اللي خدته لغاية ما تقرب الحصة وخش الأستاذ مش شايفني. علشان كده أنا هبدأ أبلغ الرسائل لأولياء الأمور للناس الكستانيين كلهم. عشان دي فلوس بتندفع يا أخوانا. نت وفلوس الدرس وفلوس الكتب. والامتحان بيجي صعب مش سهل يعني. 35 آخر سؤال. Can you photographs with this modern camera؟ إيه الفعل اللي بيجي مع فوتوغراف؟ خدناها الحصة اللي فاتت. Take. تيك تمام.
كويس طلعت واحدة صح اهي جميل. في عندنا عمر حسام معك تفضل يا حبيبي 36 محمد صلاح سكور ايوه محمد صلاح سكور ده ديش جاي من كلمة ديسيجن خلي بالك ديسيسي طبعا هنا ده هنا مبهر يعني مميز احرز ايه محمد صلاح دي معقولة عايز تفكير دي جول يا مستر جول طيب دي مش محتاجة كل ده التفكير ده كله قلت انا ما سمعناهاش ما وصلتش عندنا عشان كده قعدنا النت عندي ضعيف شويه معلش الف سلامه علي ربنا يشفيك لا النت ضعيف شويه ربنا يشفي النت الحمد لله ايجيبت زكب هتكون هون برافو عليك عمر برافو يا عمر تمام شاطر ماي فازر ا سيريس اوبريشن اوبريشن يعني عملية جراحية عملية جراحية ايه الفعل اللي هيجي ماي فازر ايه بيقول لي هو طبعا لاست ويك يعني في الماضي وكلهم الافعال الاربعة في الماضي كان عنده عملية وسهلتها لك اهو اجرى عملية كان عنده عملية قول يا اسامه هتبقى هاد ان اوبريشن هاد ان اوبريشن تمام برافو عليك تمام تمام 39 يا عمر ذا شوف كده انتينوم يعني المضاد بتاع كلمه تشيرفول تشيرفول يعني مبتهج عكسها ايه اهو سهلتها لك واحد فرحان عكسها اديله فرصة يا اخوانا عشان الضعيف عنده قول يا عمر تعرف عمر ده عمر مشي خالص على طلع يا مصر طيب باين على طلع مش باين اه طيب يلا ابو له ها ساد ساد ده في أربعة طلعوا مش عارف راحوا فين. في أربعة طلعوا ده طبعا ده شغل إيه؟ حركات ملهاش لازمة خالص. ممكن يكون يا مستر النت. عشان النت بيفصل. أربعة في النت دول يعني عمر برا ونهى من أول ما رجعنا ما رجعتش تاني خالص نهى معانا ومحمد رجب برا ثلاثة أهم. 40 اخر واحده ذا اوف سورو از هابينس الاسف هو السعاده يعني بسرو وهابينس دول عباره عن كلمتين ايه مرادفات ولا عكس بعض مرادفات ولا عكس بعض يا اخوانا عشان عمر طلع انتينام الاول واحده انتينام انتينام فعلا ده الكلام اللي احنا قلنا عليه طيب نشوف ولاء اللي ما حلتش في الامتحان كل ما اسالك يا ولاء ما بترديش لما يجي الاجابه يا مستر لا انا حليت في الامتحان يا مستر ما بعجنيش ليه الاجابه بتاعتك والله بعته حتى هو اداني النتيجه كام 14 من 18 اشوف اهو 14 من 18 فين الحجة ولا حجة ولا ايوه صح انت كلامك صح رضوى عادل حلت وايمان وعمر وولاء ونهى ومحمد محمود عبد الرحيم دول كلهم حلوا تمام طيب يلا يا ولاء ايوه رقم كام يا حلوه كنت فين كنت بحل لا كنت بحل تلاقي سرعت كنت بتتعشى ولا ايه لا والله صالح ايوه طبعا 41 41 هتبقى بلود الدم
طبعا بلاد فعلا بلاد بلاد الدم تمام. ريكليجميشن اللي هو الاستصلاح الصحراء is to reclaim is like to develop. ده سؤال جاء في الامتحان لو فهمتيتك بصح، يعني بيقول لحضرتك ان ريكليميشن طلعت منها كلمة ريكليم اسم وفعل. طيب اداني ديفلوب، عايز الاسم يا مستر صح؟ ايوه هتبقى ديفلوبمنت. اه ديفلوبمنت، يبقى افهموا الاسئلة. برافو تمام. دكتور سميرة موسى، دكتور سميرة موسى ايوه was a nuclear scientist، عالمة من علماء الذرة. هي قصدي يعني نقول باحثة. ها؟ ريسيرش. دي ريسيرشر. ريسيرش دي ابحث، انما ريسيرشر هو الباحث. 44 هتبقى وات. وات وندرفول. لما اتعجب شيء اقول وات وندرفول. هاو وندرفول. هاو وندرفول. دائما التعجب يعني زي كده ازاي. طبعا الحسدين يقولوا كده على طول. The ambulance آخر واحدة بالنسبة لك حجة ولا؟ The ambulance took the people who were badly. مين اللي بياخدوه في الإسعاف؟ الناس اللي هم جرحى. أيوة هتبقى رقم بي. بي فعلا إجابة صحيحة يا ولا. تمام برافو عليك. ستة مستر. نعمين. ايه معنى انفلونسد يا راجل؟ معقوله دي بتسال عليها؟ ده احنا خدناها النهارده وخدناها، قلنا الكلمه دي بتساوي كلمه افكت. ها وصلت؟ ما الصوت كان بيقطع الله. انفلونسد يعني اثر اثر. ما كانت توصلت عندك؟ طيب عندنا محمد علاء. محمد علاء نعم معاك. يلا يا حبيبي 46 ل 50 تمام. شد حيلك شوية احسن تفصل مني الشبكة. My friend needs a regular blood transplant. Excellent محمد علاء برافو عليك. Do you think giving blood has health good? Health? Health good, health good. No. الصفة ما تجيش بعد الموصوف أبدا يا محمد علاء. Health إيه؟ Kindness. اللي هي الأولى يعني؟ لا لا الأخيرة. طب الإجابة الصحيحة هي الأولى benefits معناها فوائد، فوائد صحية. health benefits يعني فوائد صحية. ماشي. أو ما احنا حتى أنا قريت لك القطع عشان ما تهوش. all donors have their blood pressure and بيقيسوا بيعملوا قياس لضغط الدم. وإيه اللي في الدم تاني بيقيسوه؟ كوبر مستر. ها؟ النحاس. دمك فيه نحاس ما شاء الله عليك. ايه 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 ايه. طيب حد يلحقه. ايضا اللي هو حديد. الحديد اللي انت اخترته ده ستانلس ستيل. انا بلاقي لك معلقتين ثلاثة انت ولا ايه. دايابتس. دايابتس اللي هو مرض السكر ربنا يحفظكم. دايابتس is considered one of the disease من الامراض التي حاجة تيرمي كده. along ها along term ولا long term؟ long طبعا هو ما عشان ما كانش ما ركزش معانا في قبل لانجوج نوتس لما دخلناها اهو. شفت خدت بالك اهل انا بقول عليها ايه؟ شايفها؟ مش تبقى فاهم احنا بنقول فيها اهل. هي along term عشان ما يقولش لونج. يعني خلي بالك من الكلمات دي على اساس ان هي بتنفع معانا في الحل يبقى نختار كلمه لونج. محمد رجب طلع دخل دخل طلع. 50 اخر واحده يا محمد علاء.
blood donors can find, في حرف جر بيجي مع find بمعنى يكتشف. Found. تمام جدع يا محمد يا علاء. برافو عليك برضو. يعني بيقول كلمة well knowing ده عبارة عن مرادف لكلمة ايه؟ في كلمة بتسويها. طب well knowing بالعربي يعني ايه؟ yes. well knowing يا سنة أولى، well knowing يا سنة أولى بمعنى معروف. معروف معروف أو مشهور. ايه الكلمة اللي بتسويها هنا؟ famous. famous اهو famous يا رب. وش از ذا سينما سينينام اوف كلمة وش يعني أمنية يعني رغبة. في كلمة تساوي كلمة وش اللي هي أول واحدة desire إجابة رغبة إجابتك صحيحة. تمام my friend is a graduate خريج كايرو يونيفرستي. ده خريج اسم وكايرو يونيفرستي اسم كأننا بنقول العربي المضاف والمضاف إليه. ايه حرف الجر اللي ناخده؟ from. الحقيقة هي ما بتاخدش from، هي بتاخد off. لما اقول لك مضاف ومضاف اليه تختاري off على طول انت مغمضة، دي تختاري off انت مغمضة على طول. ليلى's father told her stories about lions يعني اداها قصص عن الاسود. هذه القصص her to study biology عمل لها كلمة بمعنى يلهم. ما ذكرتيش الكلمات. مين يا اخوانا يحصلها؟ inspire. inspire. inspire يعني ايه inspire؟ يعني يلهم. Those who live in the countryside are called. Countryside يعني الريف. الكلمة دي معناها الريف. الناس اللي عايشين ساكنين في الريف نقول عليهم قرويون. فين الكلمة بمعنى قرويون؟ ثالث واحدة. ثالث واحدة؟ لا. urban دي معناها حضري. القرية يعني. الأولى الأولى الأولى. الأولى الأولانية قرية ودي سكان الثانية ما الثانية الأولانية أنا بس اللي بيقول الأولى بقول الأولى معناها قرية والثانية سكان القرية. اللي بعد كده عايز أسمع نهى موجودة ولا مشيت نهى؟ أيوة مستمع. يلا يا نهى تفضلي. 56 يا نهى. إذا القطر دخل الشقة عندكم ولا إيه؟ Valigars are angry. حرف الجر بقى. يلا شطارت يلا ابنها بتاع زمان. مستر هتبقى from. واحد بيبقى غاضب بالعربي تقول غاضب من، لكن اللغة الإنجليزية الصفات لا تأخذ حرف الجر from، تأخذ حرف الجر إيه؟ with. أقول angry with. angry with الصفات غير العربي غير اللغة الإنجليزية. I haven't met my classmate. لم أقابل زميلي for many years. I wish I could him. يا مستر. نعم. كل الصفات بتأخذ with؟ يعني معظمها. في صفات مختلفة لما نأخذها في الترم الثاني هدي لك الصفات مع حروف الجر المختلفة. تمام ان شاء الله. ولو مستعجل ممكن ابعتها لك. ماشي. I haven't. انت مين الاول اسامه؟ طيب. I haven't met my classmate for many years. انا من زمان كنت مطنشه صاحبتك فبتقول ايه من زمان سنين مش عارفها تخنت ولا طولت ولا رفعت. I wish I could him يعني يا ريتني اول ما اشوفه. مش عارف هي مستر. نعم. واحدة اول واحدة ولا تاني واحدة؟ تاني واحدة.
ثاني واحدة فعلا ريكوجنايز الإجابة الصحيحة معناها يتعرف عليه. تمام برافو عليك ليلى. خلاص works with the lion. إيه المنظمة كان اسمها lions؟ إيه lion فاكر كلمة الحراس والأوصياء والحارس؟ ها رقم سي نمبر سي نمبر سي. تمام what other other program do you know about؟ مستر تبغى رقم بي؟ اكفل يا عبد الله الكاميرا. نعم what other كلمه بمعنى المحافظه. ها conversation conservation preservation هتختار انا واحده. طيب اسهلها لك بي ولا دي؟ دي كلمه خدناها في الوحده اللي فاتت يا نهى خلي بالك. قول يا مستر. ها conservation conservation ليه ما خدناش الاول؟ دي حفظ ودي حفظ. طب ليه ما خدناش دي؟ ده اللي دي حفظ الشيء من التلف. الاخيره دي حفظ الشيء من التلف لكن هنا المحافظه عليه من الانقراض. اخر واحده I am all my friends are away on holiday and I am stuck at home. انا اشعر بالملل. يبقى I am ايه؟ بورينج يا مستر. البني ادم لا ياخذ الصفه المنتهيه بالاي ان جي بور بورد بورد اي دي يا مستر. اي دي بورد ايوه يسموها بورد اللي هي اي ام بورد يعني انا شعرت بالملل. اللي بعده مين يا اخواننا اللي محلش؟ مين اللي محلش في الموجودين؟ يا مستر محمد رجب هو طلع عشان طب ما انا عشان كده مش هنده عليه. محمد رجب طلع هو قاعد في المحموديه. محمد رجب لا لا في الصداقه الجديده. صداقه ده الصداقه كمان الشبكه بتاعتها وحشه كتر خيره صراحه. قول يا اسامه قول يا اسامه الخمسه دول. Your cousin helped at the community center last week. محمد رجب بيحاول فعلا help at يساعد في. تمام اكمل. ايوه the organization Lions Gurend is based Guardians in is based ايه based in Kenya. تمام برافو. The aim of Guardians is to help local people protect their livestock. ايوه الماشيه. تمام they aim to reduce the number of lions dying. No. In the not dying killing dying اللي هي التلاشي دي خلي بالك. انا مستر عايز اقولها مستر. هنخلص دي وتقولها محمد رجب كاتل. اكمل لغايه خمسه بس عشان محمد رجب يختم القعده. Cattle are important to villagers but they often go missing or attacked by lions. Excellent. برافو عليك يا فتى. يلا يا ابو رجب. محمد ابن رجب اين ذهب القلعة سقول؟ لا انا محمد محمود يا مستر. محمد رجب طلع تاني بعد ما قال جاي طلع تاني اهو. قول يا محمد محمود ماشي. The new factory in our area will work a lot of university graduates. No. لا مستر. الشيء ازاي المصنع هيعمل سوي له ورك يعني سوف يعمل. Employee. Employee مين اللي رد عليه؟ انا الاول قول. Employee يعني يوظف. تمام. قول يا محمود. مساي مساي من ار شوز تو بيكام هونترز هانترز. لا لا استنى مثلا دقيق رقم نمبر ايه اي هم كانوا الحراس
حاول لو كنت تخشوا على النت تشوفوهم المسايا دول، ما دول تلاقيهم دايما بيلبسوا احمر حتى. ها زي هاف ذا سكيلز نيدد تو مونيتور. ايوه تمام. جوردينز جوردينز عارف كلمه جارد جارديانز ريديوسينج ذا نمبر اوف يقلل عدد مين اوف هانترز رقم دي هانترز. تمام برافو. اخر واحده Lions are taken every day and the environment is sent to the cattle farmers. اخترت ايه؟ اخترت انا واحدة. نمبر سي. تكت. يعني تكت. يعني تكت. فاكر دي تفحص تفحص يعني هو هنا والمعلومات ترسل الى كل يوم هنا كلمه دي بص كده and the information محمد رجب بيحاول الدخول بكل بشتى الطرق والكباري تراك ده مصر هتبقى انا واحده نمبر ايه ايوه تراك اللي هي يعني بيسموها يتعقبونها قلت لك تراك يتعقب